الرسالة الأساسية فممكن يتأثر كثير بتصميم التهوية. أنا هذا الولد الصغير إذا رايح على العناية وفي له دعم للوظيفة التنفسية بقدر أعطيه، بعطيه أنا مسكنات. أما إذا أنا عمليته صغيرة قدامي، لسه الولد وعمليته صغيرة كثير، ما بعطيه مسكنات لأنه بخاف إنه وضع عم يعمل عملية صغيرة، هو كثير صغير وعم يعمل عملية كلها ربع ساعة. أنا إذا بدي أعطيه بجوز تخلص العملية ويكون تنفسه لسه ما له كثير كافي. أما إذا بعرفه رايح على العناية، رايح يقعد على يعني يكون التنفس عنده بأيدي أمينة، في أجهزة بتساعده، ممكن أعطيه. فإذا الانتباه لطرفي الأمر. كمان الكبير بالسن ما عنده القدرة على السعال الجيد لحتى يطرح المفرزات اللي هو بصدره، مشان هيك أنا الكبار كثير كمان ما بفضل كثير أعطيهم هي المواد الأفيونيات حتى ما يتضايقوا منها، بلجأ لمسكنات ثانية، مو ضروري إنه أعطي هالمواد. فترة العمل الجراحي، هي كنت بحكي لكم إذا فترة العمل الجراحي قصيرة كثير بنخاف إنه نحن نعطي، ما بنعطي. أدوية مثبطة أخرى، يعني مثلا الأفيونيات أو المسكنات تتعاضد مع المواد الثانية اللي بنعطيها بالتخدير، فممكن تأثر أكثر على المريض، يصير عنده تأثير تصبط. فننتبه نخفف الجرعة، أنا لما بدي أعطي ممكن خفف الجرعة. الأمراض الرئوية، إذا عنده المريض مشكلة صدرية أنا ما بعطي كثير جرعة كبيرة أو ما بعطي بالمرة، بحول على مسكنات ثانية حتى ما يصير عندي تصبيط تهوية. مشان هيك كثير بدنا ننتبه لهالمواضيع يلي بنحكي فيها. كثير مرضى، مثلا مرضى يلي بيكونوا عندهم بدانه، هذول بتعرفوا متأشرين اللي بيكون عندهم في شويه تأثر على القصور، بيعمل لهم شويه قصور تنفسي، بنتجنب هالمواد عندهم حتى ما يصير عندهم كمان قصور تصبيط تهويه. الشذوذات الغذيه، يعني مرضى في عندنا زياده بالحساسيه لفعل الافيونيات، المرضى اللي بيكون عندهم قصور درق وداء الجسم ننتبه. الكبد كمان بصير عندهم حساسيه لانه مشان بيتنقص استقلال الدواء لانه هو عن طريق الكبد. امراض داخل القحف كمان هنا بيرفع شوي التوتر، بصير عندنا كمان مستوى الوعي عندهم كثير وزياده بالضغط داخل القحف، بصير عندنا تالي لفرط الكبد فرط السي او 2 لانه بيرتفع السي او 2، مشان هيك كثير بننتبه بهالعمليات. وفي عندنا حالات كثير متنوعه يعني. هلا على راس هالمواد بنعطي هو المورفين. المورفين هو مسكن قياسي، يعني لما بنقول الدرزال بيشتغل 10 المورفين، هذا اقوى من المورفين ب 100 مره، فاخذوا المورفين كمثال لحتى نحسب عليه. وهو يعني مسكن جيد، وخاصة الألم الكليل المستمر، يعني إذا ألم حاد ما بينعطى، بينعطى بالآلام المزمنة، آلام اللي كتير إلى زمان يعني هو بينعطى. له تأثيرات مركزية، له تأثيرات مثبطة وتأثيرات مهيجة. المثبطة مثل التسكين والتهدئة وبسبب منعكس السعال، وقلنا تصبيط التهوية. المهيجة بيعمل مرح وإهلاس، وطبعا بالجرعات العالية بيعمل اختلالات، وله تأثيرات على الأمعاء. تسكين بيسكن منيح. جهاز التنفسي بيعمل تصبيط تهوية. بالنسبة للجهاز القلبي الوعائي هبوط بالضغط لما بنعطيه، مشان هيك لازم نعمل إملاء جيد للأوعية، يعني لما بنعطي بنعطي كمان ندفش سيرومات منيح مشان ما يصير عندنا هبوط ضغط، احيانا بيساوي بطء قلب لتنبيه المبهم. كل الافيونيات والمسكنات
بعد العمل الجراحي بتعمل غثيان واقياء كلها، الفنتانيل والمورفين والجلودان كلها بتعمل غثيان واقياء، وهي كنتيجة لتنبيه مركزي في قاع البطين الرابع. بعدين له تأثير على الأمعاء والحركات المعوية، وبنعمل هو يؤدي إلى الإمساك. مشان هيك احيانا بيعطوا، طبعا ما عم حدا عطى بالحالات الاسهال، لكن كان يقولوا انه والله كان بينعطى بالاسهال، بس لا حاليا ما بينعطى، بس هو لانه ممكن يعمل امساك، يعمل تقبض حدقه. ليش بيهمنا تقبض الحدقه؟ شو بيهمنا تقبض الحدقه؟ لما بيجينا مريض على الاسعاف، يعني جاي وما له وعيان، بنحط نحن الضوء على حدقته، اذا لقيناها نقطيه لازم نحط ببالنا رأسا ممكن يكون آخذ مواد مسيونية، وبالتالي المضاد معروف يلي هو النالوكسون، نحضر نالوكسون وبنتفشه بالوريد، فبنعرف انه هو آخذ هالمواد. لذلك هي كثير مهمة لما تقبض الحدقة، بيحرر الهستامين، بيعمل تشنج قصبي، بننتبه لمرضى الربو كمان على الهرمونات، تحرر الهرمون مضاد للإدرار والهرمونات الثانية، والجرعات الكبيرة بتنقص الاستقلاب. اقتراح المورفين أكثر شيء ضمن الكبد، مشان هيك قلنا ننتبه، يعبر المشيمة. يعني إذا ما نعطي لمريض القيصرية، القيصرية ما بنعطي لحتى يتم استخراج الجنين، بعدين بنسكنها بهدول المواد المسكنات كلها، سواء دولوزال او مورفين او فنتانيل، لانه كل هالمواد تعبر المشيمه وبتروح، فنحن ما بدنا يطلع الجنين مصبط التهويه، وبالتالي بنعطي بعد ما يعني يستخرجوا الجنين. التسمم بالمورفين، اذا كان واحد مريض او اخذ جرعه زائده، هي اللي بنسميها تسمم حاد، جرعه زائده، اول شيء شو بيجينا بحاله شو؟ تنفس واقف، ما في تنفس. لذلك هدول المرضى اذا كان اولا انعطوا المورفين، سوري، انعطوا النالورفين او النالوكسان، مثل قالوا وليد بينعطى، قبل كل شيء بدي اعطيه تنفس انا، لانه هو تنفسه واقف، مريض اخذ جرعه زائده، كيف بدي انا انعشه؟ راسا بعطيه انا، اذا ما انا متوفر هلا لايدي نالورفين او نالوكسان، بدي اعطيه تنفس، بصير بعطيه بواسطه الامبو، بواسطه نعمل له تنظيم رغامي، بعطيه تنفس، بكون نحن امنا له الوظيفه التنفسيه، بعدين بنعطيه المضادات. هذا اسمه تسمم حاد بالمورفين. اما التسمم المزمن، شو التسمم المزمن؟ يعني مريض مدمن على المورفين وقاله عم ياخذ فتره. هدول طبعا هالاشياء بتعرفوا في مراكز وفي ناس متخصصين تماما لحتى يقدروا يقطعوهم عن هالمواد، اول شيء بيقطعوا لهم اياها بشكل تدريجي ومسحات، فبصير عندهم هدول الانقطاع عن تناوله، يعني اذا خاصه ما بصير انقطاع بشكل مفاجئ، لانه بيعمل هياج وقلق واسهال وهضه ورامي، فهدول لهم مراكز متخصصه يلي بتقدر انه تنطرح، حتى تنطرح المواد من جسمهم، ولهم يعني مسحاتهم. لايش بيستعمل؟ هلا كنا نستعمله بالتحضير، هلا ما بيستعمل بالتحضير، بيستعمل بالتسكين. واكثر شيء ان شاء الله ما حدا بيشوفهم ولا بيشوف حدا بيعرفه، بالالام السرطانيه، يعني بالمراحل الاخيره لما بتصير الام فظيعه، فاكثر شيء المورفين، وبيستخدموه، بيحبوه، بيستخدموه كثير بجراحه القلب، كمان بتسكين المرضى بعد العمل، بعد العمليات القلب، وهي اكثر شيء. اما بالعمليات العاديه نحن البسيطه او الا ما بنستعمل المورفين، طبعا في مسكنات ثانية أخف من هيك ممكن تستعمل. فحكينا هلا قصة باباتو اللي بنحكيها.
انت مضادات الصفاب والمناعي صرتوا بتعرفوا مريض بدين ليش؟ مشان التهويه وقصور الدرق قصور الكبد انا هذا كله ضخامه البروستات ليش ما بنعطي ضخامه البروستات؟ لانه هو بحرض على افراز الهرمون المضاد للادرار وبالتالي بصير عندنا احتباس بولي فمشان هيك اذا مريض عنده ضخامه البروستات ما بنعطي بالجراحه العصبيه ليش؟ هلا حكينا لانه بيرفع التوتر داخل الفحص جراحة الطرق الصفراوية بزيد معصرة الأولي بطولات التنفس الصدمة المرضى اللي مونو أمينو أكسيداز إنهيبيتر هدول المرضى النفسيين يعني ياخذوا هالمادة ما بيصير نعطيهم هذا النوع من المسكنات لا مورفين ولا دولازال لأنه بيصير عنا تفاعل سيء بهالمادتين وبالتالي ممنوع نعطي هالمادتين مثل المورفين الدولوزال، الدولوزال تركيبي، مادة تركيبية قوته عشر قوة المورفين نفس تقريبا اللي حكينا عنهم بالمورفين بس بالنسبة للدولوزال ممكن نعطيه لمرضى الربو ما بيعمل تقبض القصبات، العضلات المنسلة القصبات مثل بيرخي بالعكس هون بيرخي العضلات المنس كمان ممكن يؤدي الى الاعتياد يعني مثل المورفين يؤدي الى الاعتياد ما بيأثر على الضغط الشرياني الا في بعض الاحيان بيعمل هبوط بسيط لكن لازم نعمل املاء وريدي حتى ما يصير عنا غثيان واقياء بيعمل لانه كلهم بيعمل غثيان واقياء يعبر المشيمه وتحضيره كمان بينعطى نفس استطباق المورفين هلا الفنتانيل كثير اقل يعني هذا جديد عم يستعمله وبيستعمل في كل العمليات الجراحيه له ميزه تاثيره سريع مجرد ما بنعطيه دقيقه دقيقتين بيصل بيسكن المريض وبيروح تاثيره بنفس الوقت ما بيطول فهو تاثيره كثير ظريف بيعمل انخفاض بسيط جدا بالضغط الشرياني احيانا قليل التثبيط التنفسي فيه لكن ممكن يعمل تثبيط تنفسي بيعمل الحاجز المشيمي وممكن انه ينعطى مع المخدرات الموضعيه بالتسكين يعني ممكن اذا بدنا نعطي نعمل قطني او ابيدورال نعطي معه جرعه بسيطه مثل 15 ميكرو او 5 ميكرو مع جرعه القطني بنلاقي انه المريض بحس كثير بتسكين لفتره طويله كثير بيعطي شعور ظريف. الفنتانيل سوفنتانيل مو مطلوبين. ريميفنتانيل هذا مطلوب بس لانه له ميزه شو هو ميزته؟ كمان حكينا يستقلب بواسطه الاسيتراز بالدم. هدول كل اللي بيستقلبوا بالاسيتراز بالدم لهم ميزه وهي انه الاستقلاب السريع يلي بعيد عن الكبد والكليه وبالتالي بينعطى بقصورات الكبد وقصور الكليه هذا بينعطى بشكل مضخه يعني بنعطيه بنركبه على مضخه بنعطيه باستمراريه كل العمل الجراحي بينعطى تسريب وريدي معدله بنظبطه على المضخه وبيحصل المريض على التسكين سواء اثناء العمل الجراحي او بالعنايه المشدده ممكن نستعمله فينوبيريدين محجوز. المضادات الانتاغونيست الافيونيه هلا حكينا اللي هو النالوكسون، النالوكسون يعني اللي يعرف قديش هو ظريف بيلاقي لما بيجي مريض مثل ما بيقولوا لا من تمه ولا من كمه ما عم يتنفس ما في بتمدد هالنالوكسون وبترجع بتعطي هيك شوي بهالوريد شوي وتلاقي المريض رجع مثل اللي كان ميت ورجع لهالدنيا بتلاقي قديش هالمادة حلوة كثير خاصة بس بيستعملوها بالطفل بالوريد يلي هلا انولد كان الام عاطينا دولوزال او عاطينا تسكين مورفين وهي وهو ببطنها للجنين احيانا انتقل له اللي هي بيطلع من ولد مثبطه التهويه تبعه فورا بكون محضر النالوكسون بالوريد السري اللي انعطى مادتنا لان هالولد رجع تنفسه رجع راح تثبيط التهويه
من احلى الادويه اللي بتستعمل للانعاش لما بيكون السبب هو عباره عن تصبيب بسبب الادويه المسكنات المركزيه والمورفينيه. اذا يعد النالوكسون الدواء المختار لمعاكسه تصبغ التهويه في الافيونيات. هلا الافيونيات النخاعيه كيف يعني؟ حكينا انه بنعطي مقدار بسيط بالابيدورال فوق الجافيه او بالقطني، فبيعطي تسكين لفتره طويله وبحس خاصه بالعمليات الجراحيه لما بيحطوا له وبركبوا له قسطره بنعطى مقدار بسيط وكثير حلو بتعطي تسكين جيد، لكن له نفس الاختلاطات يلي حكيناها. ممكن يصير عندنا تصبيب بالتهويه وهو اشيع عند المسنين، ممكن يصير عندنا احتباس بولي، غثيان ابيض، حكه ليش بتصير من التحسس؟ ممكن يصير عندنا حساسيه منه. هلا على مين له سؤال قبل ما ننتقل على المخدرات الاسبوعيه؟ بتبطئ القلب، القلب شوي لها تأثير طبعا، تأثيره على القلب بيعمل بالفجوة ولا بالعكس؟ لا بالعكس، يعني ببطء وهبوط شوية بالضغط الشرياني. بس احنا اول شيء عم نعمله للمريض املاء وريدي، ثاني شيء المريض دائما محضر بالانتروبين، بتعرفوا هي اخذتوها بالتحضير الدوائي بالعمليات الجراحيه. دائما المريض الاتروبين نمبر 1 لازم بينعطى بكل العمليه تحضير دوائي. ليش نحن بنعطي الاتروبين؟ لحتى يعاكس التاثيرات السلبيه سواء للمسكنات او للمواد الثانيه، كل الغازات كمان بتعمل، يعني كله بيعمل تاثيرات مثبطه. بنعمل شويه خطط قلب شيء بسيط يعني، وهو ضغط شرياني قليل. المخدرات الموضعية، شو هي المخدرات الموضعية؟ ما بدنا يعني ما تشوفوا انه بحث هو كثير كبير، بس انتم ما مطلوب منكم غير شغلات اساسية بسيطة. المخدرات الموضعية هي المواد يلي بنحقنها لما بدنا نعمل تخدير موضعي لمريض، سواء غالبا اللي بيستخدمه كلنا طبيب الاسنان لما بده يعمل اجراءات باضعه مؤلمه للاسنان لاي شق جراحي بسيط ما بده تخدير عام، كلها هي مواد ممكن نستعملها بهالفتره البسيطه. اذا هي بتساوي زوال عابر بالحس وبالحركه بفتره بناحيه محدده من الجسم ولفتره بسيطه، يعني فترة ما لها كثير قوية، يعني عفوا ما لها طويلة. كله الحكي على الكمونات والخلايا العصبية وكمون الراحة مثل اللي حكيناه هلا، وقنوات الصوديوم وقنوات البوتاسيوم والنقل العصبي، هي عبارة عن مواد. نظرية عملها شو عملها؟ أنا ما بدي كل النظريات، البقايا الحجم الحرج والبقايا روح للمطالعة فقط. بس أما نظرية عمل المخدرات الموضعية شو هي؟ ترتبط المخدرات الموضعية بقنوات الصوديوم. قنوات الصوديوم لما بتكون في حال عدم فعاليتها، لما بتكون غير فعالة وما بتعود بتخليها تتفعل، ما عاد خليتها تتفعل، ما عاد تتلقى تنبيهات، وهذا السبب انه كسرنا حطينا حاجز ما عاد تتلقى تنبيهات، وبالتالي صارت بامكاننا اي عمل جراحي ما عاد في ما عاد تلقى تنبيهات، حتى ما عاد في الم، لانه ما عاد نقلت وقف حس الالم، وقف اي حتى الحركه والحس، ما بكفينا نوقف الحس او الحركه، بدنا نوقف اثنين سوا، فهي بتوقف الحس والحركه.